يا فندم ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ بنت انا من محافظة المنيا، بنت في تانية ثانوي من ساعة ما قعدت وهي مش بتحوش عينيها من على المذاكرة، والله تقرا وجهها من كتر قعد المذاكرة، وتروح النهاردة محافظة ايه يا فندم؟ محافظة ايه؟ محافظة ايه؟ محافظة المنيا، مركز مرة مزار. يعني هي دلوقتي امتحنت الرياضة ولا لسه؟ ما امتحن ايه يا جد، الوقت مبحورة من العياط، دخلت العربي عشان تمتحن وقعدت للساعة 10:30 إلا 5، وبعد كده دخلت على النت اللي احنا شحناه لها امبارح، دخلت تلت ساعة بس خلوها حلت فيها العربي، بعد كده دخلت الرياضة ما مرضيش يفتح بتاتا، والمدرسين طلعتها بعد ما الوقت عمل ما رضوش يقعدوا معاهم تاني. طب يعني دلوقتي هي عملت ايه دلوقتي؟ عملتش محضر؟ عملت محضر بس يعني هيستفيد ايه المذاكرة اللي هي ذاكرتها؟ حرام عليه، حرام عليها، في ولادنا ايه؟ احنا بنقدم الشكوى دي لربنا وثم سيادتك ربنا ان شاء الله. ربنا ينتقم منه ان شاء الله، ربنا ينتقم منه زي ما ينتقم من ولادنا ان شاء الله. عملوا ايه ولادنا؟ اللي عاوزين نعرف ولادنا دول عملوا له ايه؟ ده هم مستقبل البلد ان شاء الله. سياده الرئيس هياخد قرار ان شاء الله. وتطلع من الاوائل وتدخل سنه وعام عشان تطلع حاجه، ودلوقتي بتذاكر وتعمل كل اللي عليها وتروح ما تلاقيش الامتحان، حرام حرام. ان شاء الله هعمل انا بس مباشر دلوقتي اتكلم عن كله عن طلب سياده الرئيس ويقال في الفضل. دي مكالمه دي يمكن توصل للرئيس. هتوصل للرئيس ان شاء الله، هنوصلها حتى ورقي. احنا مش بنطالب انه يمتحنهم زي زمان، يمتحن نفس الامتحان بس ورقي. حرام عليهم، حرام عليهم. ماشي يا فندم، هدي نفسك بس، هدي نفسك، هدي نفسك، سيبها لله. انا اسف يا استاذ اسامه. لا تحت امرك، حط نفسك مكاني. انا والله محورة من العياط. لا ربنا يسهلها ان شاء الله، هنجيب حقهم ان شاء الله. ان شاء الله، ماشي، مع السلامه. ماشي، مع السلامه. طب مش عارف انا من الله مكانك يا فندم. انت من محافظة ايه؟ من محافظة ايه؟ زواج يا فندم. بنتك ولا ابنك؟ بنتك ولا ابنك؟ عندي ولدين، الاولى الاول ادي في اولى ثانوي امبارح كان واقع عنده في الاحياء وفي العربي، والنهارده ابني الثاني في ثانيه ثانوي برضه واقع عنده السيستم. يعني ابنك اللي كان امبارح برضه نفس القصه؟ نفس القصه، نفس القصه، والنهارده في ثانيه ثانوي نفس القصه. انا تعبت والله، والله تعبت وعصبي ناري. ما يهمش يا ست الكل، ان شاء الله خير، والله ان شاء الله خير. والله انا ما بشد حضرتك وما بشد قبل حضرتك رئيس الجمهوريه، وبقول له من فضلك من فضلك مش عايزين النظام ده. انا خايف على اولادي واولاد البلد كلهم، احنا في رقبتك، احنا في رقبتك. ماشي يا ست الكل، هوصل صوتك. شكرا لحضرتك، شكرا شكرا. مع السلامه. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.